يعني ماتش هيبقى اكيد صعب. المنتخب التونسي والمنتخب المصري دائما بتبقى فيها جو حلو وفي نفس الوقت منافسه قويه ما بين المنتخبين، وطبعا بيتلاقوا في الدور قبل النهائي. المنتخب التونسي اول من وصل للدور قبل النهائي، والمنتخب المصري النهارده بيصل ايضا هو للدور قبل النهائي وبيلاقي المنتخب التونسي. خلينا نروح للاستاذ مهدي عبيد الصحفي باذاعه الشمس التونسيه، ويعني برضو رد الفعل الخاص بالجمهور التونسي ما بعد الفوز بالامس على سلطنه عمان وملاقات المنتخب المصري في الدور قبل النهائي. تحياتي لحضرتك كابتن. تحياتي ليك وتحياتي لكل الاخوه والاشقاء المصريين والضيوف في البلاتو. ومبروك الفوز خويا. ربنا يخليك. مبروك ايضا للمنتخب التونسي بالامس، واكيد كانت مباراه صعبه امام المنتخب العماني. طبعا طبعا هي كانت مباراه صعبه، ولا خلينا نقول انه المنتخب التونسي صعب على نفسه، لانه على الورق وايضا واقعيا على ارض الواقع المنتخب التونسي افضل بكثير ويفوق عمان على كل المستويات، مع احترامنا لهذا المنتخب الخليجي الشقيق اللي قاعد يتطور في السنوات القليله الماضيه. لكن المنتخب التونسي يفوق عمان من حيث الخبره، من حيث التجربه، من حيث ايضا نوعيه اللاعبين وايضا معدل الاعمار حتى اللاعبين ويعني سجلهم في البطولات الكبرى. الامس شاهدنا انه المنتخب التونسي ضيع فرصه انه ينهي المباراه منذ الشوط الاول، لانه يعني اتيحت اثنين او ثلاثه فرص، خاصه فرصه كانت تنهي كل شيء يعني قبل بدايه الشوط الاول من سيف الدين الجزيري. ثم المنتخب التونسي لقى نفسه في وضعيات صعبه في الشوط الثاني، وصار التراجع وصار نوعا ما التراخي في الشوط الثاني. هذا اللي خلى يمكن المباراه تاخذ شكل انه المنتخب التونسي انهى 2-1، وبالتالي الامور كانت صعبه. لا، هذا بالعكس صراحه، لانه كما قلت المنتخب التونسي افضل من عمان وكان بالامكان يعني انهاء المباراه مبكرا. الجماهير التونسية تعاملت مع الشوط الثاني بكل حدة من حيث تعامل الإطار الفني واللاعبين مع المباراة في الشوط الثاني. ودائما في البطولة العربية يمكن المنتخب التونسي يتيح نوعا ما في استسهال المنافس، لأنه شفنا هذا في مباراة سوريا، أيضا في مباراة أمس كان المنتخب التونسي بإمكانه أنه يخرج بشكل أفضل من ذلك بكثير. طيب ماذا عن بقى رد الفعل لدى الجماهير التونسية بأن المباراة القادمة أمام المنتخب المصري؟ هو كابتن الناس الكل يعني اللي هنا في تونس يعرفوا قيمة المنتخب المصري، مع احترامنا الكبير جدا للمنتخب المصري، انه فما علاقة تاريخية في المواجهات بين زوج منتخبات على مستوى الشارع الرياضي التونسي، وحتى نحن كإعلاميين يعني كنا ننتظر تأهل مصر صراحة، ليس بمفاجأة المنتخب المصري. يعني جميع النقاد كانوا أشادوا بمصر منذ انطلاق البطولة. خليني نفاجئك نقول لك انه قبل مباراة مصر والأردن وقبل حتى ما نطيح في مواجهة بين تونس مصر كان شق كبير من الشارع الرياضي في تونس، لأنه يعتبر المنتخب المصري من أفضل المنتخبات في البطولة ومن أكثر المنتخبات مرشحة للقب. أكيد هو الخطاب باش يتغير لأنه المواجهة باش تكون مع المنتخب التونسي، لكن هذا اعتراف بقوة المنتخب المصري. فما جزء آخر من الطرح أنه المواجهة هذه كابتن يمكن تكون فاتحة لمواجهة مرتقبة نوعا ما، الله أعلم إذا كنا نجم ونكونوا مع بعضنا في تصفية المونديال في الدور الحاسم. يعني هذه فرصة أيضا لاختبار زوز منتخبات، ولو أنه مش بالمنتخب الأول لكن زوز منتخبات يملكوا عدد كبير من اللاعبين في الفريق الأول، وبالتالي نتصور هذه يمكن تكون بروفة قبل القرعة، الله أعلم شو بتحط تونس أو مصر. صحيح يعني تعرف أنت الجدل اللي تعمل في مصر وأيضا في تونس، يعني خاصة بعد التصريحات اللي صارت في مصر عند بعض الإخوة الإعلاميين أنه يقولوا المنتخب التونسي من أضعف الفرق حاليا في إفريقيا، وإحنا نحب نلاقي المنتخب التونسي، وبالتالي المنتخب التونسي سيجيب على الميدان ونشوفه كله بيجيب على في الميدان يا أستاذ مهدي. يعني كل التوفيق. صحيح هو ده صحيح، كرة القدم كده دائما في الملعب مش بالكلام فقط. انا بشكرك استاذ مهدي، ودائما بنسعد بتواجد اخواتنا التونسيين واحنا بنتكلم دائما، يعني اكيد كرة القدم في الملعب وليس فقط في الكلام، ونحن عايزين نقابل مين